أيه مجتمع للهجن ينعاد كل عام شارة ورموز للهجن نقدية مكرمة حطت من شيوخ نكرام حضر أهل الهجن كل مسمية بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم في ملتقى الأصايل هنا في ميدان منبع الأصايل ميدان الخزنة لسباقات الهجن العربية الأصيلة حيث انطلق شوط الوداع من سيغلق الستار في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا المسار المميز هنا شوط الزمول المهجنات الأصايل يا أهل بنوك الإنتاج يا أهل الزمول يا من تتأمل يا من تنطلق وعينك على الانتاج من عقب هذه الانطلاقات لمن ناموس هذا الشوط اعطيني اسمه يا ابو غنيم. هنا راشد بن احمد يتقدم هنا المهيري ياتي هنا مع انطلاقة المارد اللي موصايين عليه من الشوط الاول للثنايا هناك يقول الشوط شوط المارد على مقدم قدمت هذا الشوط ولكن ياهو قدوم ياهو حضور ياهي توصيات من الشعارات القادمة توصيات ويتخبرون ويتصلون باحثين عن الناموس باحثين عن الانتصار وتحقيق نقطة جميلة في ميدان الخزنة هنا في هذا المسار المركز الثاني هناك الوصول الله يحزام هناك ايضا سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري يتقدم راعي سمران على المركز الثاني يتقدم بشعاره هذا الشعار الغدير شعار المميز منذ القدم هنا ياتي في هذا الانطلاق بينما المركز الثالث هناك درب سالم بن مبارك بن عيد المنصوري اللي محتل المركز الثالث يقدم لكم درب في هذا الانطلاق المركز الرابع وصولا وتقدما من منذر مرحبا بهذا الشعار مرحبا بك يا ابو حمدان مرحبا بشعارك ومرحبا بسلالة الطاير هناك خليفة فبن عبد الله بن ثاني النعيمي ياتي في هذا الانطلاق حيث يتقدم لنا بشعاره بينما المركز الخامس هذا هو نهر يتقدم شعار الشاعر يتقدم شعار شاعرنا الغدير شاعرنا المميز في هذا المسار الله يا نهر بينما وين وصلنا المركز السادس هذا المركز السادس مياس مياس يوم يقول ما دام عندي ولد مياس بلبس عقال السبق منكوس روح يا عبدون روح هناك سعيد بن محمد الكليلي العامري الله يا الكليلي يا ما صال وجال يا ما صال وجال في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة الشبابي بن طماش شبابي بن طماش يتقدم في هذا الشوط وهناك زعفران عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي ياتي في هذا المسار ياهي الزمول ياهي شعارات هدير الزمول ولمن شوط الزمول لمن شوط الزمول لمن يا اخواني يا اخواني يا متابعين يا متابعين يا مراقبين يا مسايرين
المتأملين يا متأملين أيضا هنا في هذا الشوط في هذا المسار. شوط الزمول شوط الزمول وين بيسير شوط الزمول؟ والله إنه حاير والله إنه حاير ومحيرني هذا الشوط هذا الشوط اللي دائما فيه هناك أيضا النداء مسموح والزمات مسموح هناك أيضا في هذا المسار رافعين عنه القلم هذا الشوط في هذا المسار في هذا التحدي الكليلي ولا غيره. بنغالب بنغالب يتقدم هنا يتقدم وموعدنا من سبوع الشوط يقول شوطي الشوط الزمول بيكون من نصيبي بهذا الشعار على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني وصل منذر تقدم منذر على المركز الثاني هناك خليفة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي شعار بو حمدان ثالثا المارد 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 يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار راشد بن أحمد بن عيلان المهيري الله يا بن عيلان الله الله يا بن عيلان أهالي الخزنة مجاهدين هناك باحثين منتحرين من أجل هذا الناموس هنا في هذا المسار. المركز الرابع المركز الرابع الله سالم بن مبارك بن عيد المنصوري يقدم لكم درب ولكن من القادم من الواصل زعفران هذا الراشدي ضيف يا أخواني ضيف الراشدي ضيف الراشدي الله بعيره بعيره ناوي علانية بعيره ناوي علانية وينكم يا أهل الخزنة وينكم يا أهل الخزنة وينكم يا أهل الخزنة الكليلي قادم بن طماش واصل بن طماش واصل أما الناموس ولا فلا أما الناموس ولا فلا أموت وحيابه أموت وحيابه المقدمة والله اللي روح الراشدي روح الراشدي روح الراشدي ويقول باي باي ويقول باي باي على مقدمة هذا الشوط على صدارة هذا الشوط شلي تسويه الراشدي على مقدمة مع زعفران الله وين وصلنا يا ابو غنيم الكيلومتر الاخير يا من تسمع النداء الكيلومتر الخطير والمثير يا اهل الزمول الكيلو الكيلو غد اعذر من انذر غد اعذر من انذر ما في حجه ما في حجه هنا ما في ما في الكيلو نبهناكم الكيلو نبهناكم وزعفران على الصداره الله من القادم من القادم الراشدي الراشدي الى هال العين الى هال العين الى هال العين على الصداره الاولى على المركز الاول المركز الثاني هناك سلطان بن غالب سلطان المنصوري هكذا النتيجه هكذا النتيجه خليني مع زعفران خليني مع زعفران على مقدمه هذا الشوط عند الراشدي فلله درك فلله درك يا راعي زعفران الوعيدك عقب اسبوعين يا راعي زعفران الوعيد عقب اسبوعين يا راعي زعفران على المقدمه هنا في هذا الانطلاق عبد الله بن حمد بن سعيد بن سالم الراشدي ياتي هنا في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا المسار الجميل سبق الزمول بجداره وعصاف الابطان عصاف الابطان زمولنا هالسبوع مختل الزمول في هذا السبوع مختل مختل هنا في هذه اللحظات في هذا المسار اروح بالناموس وانت رياك عقب اسبوعين وانت تستاهل والله عصاف الابطان سلام عيناوي سلام سلام الى مدينة الخضرة والجمال هنا في هذا المسار في هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز تهانينا يا راعي زعفران والتهنية هناك ايضا تهنية من اللجان المنظمة ومن مديرنا هنا ايضا اعزائي المشاهدين اللي رشح زعفران المركز الثاني 12 منذر خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي ثالثا هناك سلطان مغالب سلطان المنصوري المركز الرابع او الرابع نعم بالفعل الشبابي سالم بن عبيد الطماش المنصوري وهناك ايضا الشبابي سالم بن عبيد الطماش المنصور هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام
اعتذر عن التوقيت الزمني في هذا الشوط، نترك عبر الشريط التسجيلي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا ساري بن محمد بن كراز المهيدي، شكرا لطاقم العمل هنا في هذا الميدان، تقبلوا تحياتي عبد الله بن محمد الوهيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بعد أسبوع هناك أيضا مع أسبوعنا أسبوع الصغار.